لسه مكملين معاكم. وانضم لي طبعا النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا برحب بيك، منورنا ومشرفنا، ودايما حلقاتك بتثير الجدل وتبقى سخنه، وتصريحاتك محدش عارف يقلدها. في ناس بتحاول تقلدها. احنا الحمد لله رب العالمين بنأكل ناس كتير عايش، فمش عايزين نقطع عيشهم بقى، هم شغالين علينا، فاحنا خلاص احنا نقول وهم يجروا ورانا، فعشان ان هم مفلسين فهم ايه بيجيبوك ويجيبوني ويقعدوا يقول لك ده مش عارف قال ايه. كلامنا اصلا مفروض ان ده يتدرس، يعني الكلام اللي احنا بنتكلمه ده هم عشان ما بيعرفوش يقولوا الكلام ده فيجيبوك. يعني انت عامل مشاكل امبارح والاسبوع اللي فات والدنيا، لازم تعرف ان احنا بنقول وهم بيجروا ورانا، فهم بياكلوا عيش من ورانا، فسيبهم ياكلوا عيش. فوز الزمالك النهارده على اسوان، انت مش عايز تعلق ليه؟ 3-0. لا اصل انت يعني بعد كلامك انا ما اقدرش اعلق يعني. حبيبي بص، فوز النهارده الزمالك، نعم سيب اللي يقول يقول واللي يعلق. هم لو معلمين اصلا وديهم ستايل معين عمره ما يجيبك ولا يعني هم يعرفوا ان احنا بنتكلم للصالح العام، احنا بنتكلم في صالح الاهلي اكتر منهم. والزمالك واي نادي واي نادي، بس هم طب اشمعنى قناه الزمالك ما بتجيبناش وتعمل اللي بيتعمل ده؟